هز لندن ضاري وبتشاها. يستذكر العراقيون هذه الأهزوجة في الذكرى الرابعة بعد المئة لثورة العشرين التي قادها الشيخ الضاري ضد الاحتلال البريطاني، لتصبح أيقونة في الدفاع عن البلاد ورفض المحتلين ومحطة أساسية في تكوين الوعي الوطني لاستقلال العراق، ودافعا للعراقيين في إعادة الكرة لتغيير واقعهم اليوم بثورة جديدة لتحرير العراق واستقلاله من الاحتلالين الأمريكي والإيراني. هيئة علماء المسلمين وجهت رسالة مفتوحة للشعب العراقي بمناسبة الذكرى الرابعة بعد المئة لثورة العشرين، مؤكدة أن هذه الذكرى تمر والعراق يعيش ظروفا استثنائية متردية بعد أن تركت مآسي الاحتلال وما تبعه من طغيان وظلم في نفوس العراقيين غصة وتحسرا على بطولات سطرها الأجداد في ثورة العشرين المجيدة. فيما أكد مجلس عشائر الجنوب في العراق أن إرادة العراقيين توحدت في ثورة العشرين بمختلف أطيافهم ومكوناتهم من أجل سيادة العراق وحريته وبناء دولته المستقلة الحديثة. مركز الرافدين للدراسات الاستراتيجية راسام عقد ندوة بمناسبة ذكرى ثورة العشرين لتسليط الضوء على مسار الثورة وأبعادها الاجتماعية والسياسية وأثرها على تاريخ العراق بمشاركة عدد من الباحثين. تمثل ثورة العشرين رمزا مشرقا في تاريخ العراق الحديث، لأنها قامت على أساس الوحدة الوطنية للعراق من خلال التفاعل الذي وقع بين بغداد والفرات الأوسط والأنبار وبقية أنحاء البلاد في شمالها وجنوبها للوقوف بوجه الاحتلال والانتداب البريطاني، فلم يكن للمذهبية والطائفية والعنصرية مكان فيها. مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين الدكتور مثنى حارث الضاري سلط الضوء على مشاركة الضباط العراقيين في الثورة ودورهم المهم فيها. الضباط العراقيين الذين كانوا يخدمون في الجيش العثماني ثم في جيش الحكومة العربية في دمشق في عهد الأمير فيصل، مشاركة هؤلاء في ثورة العشرين وتوزعهم على جبهاتها المختلفة ومساعدتهم لثوارها بما يملكون من خبرة وممارسات. وهكذا تبقى ثورة العشرين نابضة حيوية في ضمائر العراقيين وملهمة لكل ثائر يريد تحرير بلاده من نير وظلم الاحتلال في كل زمان ومكان.